رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل عليك، منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. منوره بيكي دايما ان شاء الله. طب عايزين نتكلم طبعا النهارده عن حاجات كتير بتخص النادي الاهلي، يمكن كان اهمها قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، 8 قرارات اللي اصدرهم امبارح مجلس الاداره في اجتماعه الطارئ، اللي طبعا كانت ردا على اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره يوم الاربعاء اللي فات. لكن خلينا الاول نبتدي بخبر لسه جاي لنا دلوقتي حالا، بيقول ان النادي الاهلي بيطلب من اتحاد الكره اسباب تاجيل مباراه بيراميدز. ارسل النادي الاهلي خطاب لاتحاد الكره النهارده الدور، بيطلب فيه معرفه الاسباب الطارئه اللي دعت اتحاد الكره ان هو يعلن عن تاجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، واللي كان مقرر ليها يوم 28 فبراير الجاري. وبرغم ان النادي الاهلي اكد في بيانه الصادر امبارح انه لا يصادر على رغبه اي طرف في طلب تاجيل مباراته مع النادي الاهلي ولم يمانع، لكن جاء خطابه اليوم لاتحاد الكره لمعرفه اسباب التاجيل بصفته الطرف الاول في المباراه ولاستيضاح الامور التنظيميه الخاصه بالمسابقه. مجلس اداره النادي الاهلي قرر في اجتماعه الطارئ امبارح الرفض القاطع لاستبدال اي مباراه للنادي الاهلي في بطوله الدوري بمباراه اخرى في مسابقه الكاس استجابه لضغوط من اي طرف، خصوصا وان اتحاد الكره هو اللي اعد جدول المسابقه بنفسه دون تدخل اي جهه، وهو الاولى ان هو يلتزم بالجدول ده ويحافظ على توابته قبل الانديه. رايك ايه في الخطاب ده؟ هو النادي الاهلي بياخد خطوه خطوه في موضوع تاجيل تعديل او تاجيل مبارياته، ما بياخدش الموضوع بشكل في نوع من اظهار القوه او العند مع اتحاد الكره، بالعكس خالص هم بياخدوا الموضوع خطوه خطوه على اعتبار ان اتحاد الكره اخطا في تقديره للموقف. صحيح. في البدايه لانه اتحاد الكره ما اطلعش النادي الاهلي على رغبته ان هو عايز يغير معاه. خد الموضوع ان في ازمه ولازم اجتمع مع الانديه ولازم نقعد ولازم نقرر ولازم نشوف. الاجتماع مع الانديه كلها اللي في الدوري المصري كلها الممتاز عشان ازمه من نادي او من ناديين، هل ده اصلا موضوع يعقل يعني؟ هو يعني موضوع يعني بصراحه يعني خانهم التوفيق فيه انهم يعملوا اجتماع مع كل الانديه. هي كانت شكوى من نادي، فامر طبيعي ان هو كان ياخد الطرف الثاني يقعد معاه، طب عايزين نعدل دي، عايزين نشوف المواعيد المناسبه، ويتفقوا على خروج بشكل لائق للناديين وموضوع منتهى. صحيح. لكن ان انا بجتمع مع كل الانديه، بجتمع مع كل الانديه على اي اعتبار؟ طب باقي الانديه ايه دخلها في هذا التعديل؟ باقي الانديه ايه تضررها من هذا التعديل؟ صحيح. باقي الانديه ايه موقفها من هذا التعديل؟ طب استاذ لطفي خلينا نحط سيناريو اخر، لو يعني افترضنا ان النادي الاهلي كان وافق على ده وراح وعمل الجلسه اللي هم بيقولوا عليها جلسه وديه، يعني بحسب يعني تصريحات بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، وتم التصويت على ان نلعب المباريات دي ولا ما نلعبهاش، ناجل ولا ما ناجلش، ففي الحاله دي مش كانت هتحصل اكيد فتنه ما بين الانديه؟ يعني انت هتصوت ضدي او هتصوت معايا؟ طبعا امر طبيعي. وهم ما كانوش يقدروا يعملوها مع الانديه في هذا التوقيت، لان هم دخلوا بيحلوا مشكله فوجئوا بمشاكل ثانيه للانديه، في انديه. صحيح. بتطلب انها ان الدوري يتلغي، في انديه عندها مشاكل، في فبداوا دخلوا في مواضيع كتيره جدا هم كانوا في غنى عنها خالص. صحيح. لكن هم حطوا نفسهم فتحوا على نفسهم باب ملوش لازمه، ملوش اي لازمه خالص. يعني ده تاجيل مباراه ملوش علاقه اصلا ان انا استدعي كل الانديه واحسس ان في ازمه وخطابات لاستدعاء الانديه لاجتماع عاجل. هو فين الاجتماع العاجل ده؟ بيبقى متوقف عليه حاجات. صحيح. ان انا مثلا ايه عندي المسابقه يعني هاخد فيها قرار الغاء، عندي ازمه مفيش ملاعب. صحيح. فبالتالي عندي ازمه مع الامن شايف انه مش هيقدر يكمل، دي الحاجات الطارئه. صحيح. لكن او في مثلا حاله من الامطار والسيول غيرت مجرى البلد فبنغير هنأجل البطوله. في كلام كتير يتقال في تحت لفظ عاجل، لكن ان انا اقول عاجل عشان تاجيل مباراه ده قمه يعني مش عايز اقول لفظ احاسب عليه، لكن انا دي قمه. اجتماع عاجل ده بيعد رسمي ولا بيعد عادي حاجه وديه كده ما بيننا وبين بعض؟ طالما اخترت بورق رسمي يبقى الاجتماع رسمي. طيب ازاي يتم اختار او دعوه رئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم عن مزاوله اي نشاط بيخص كره القدم لمده عام؟ ازاي يتم دعوته لهذا المجلس او هذا الاجتماع؟ دي سقطه من اتحاد الكوره ان هم لم يراجعوا الشكل القانوني لعقد الاجتماع. وهم كان مبررهم بعد الاجتماع لما الاهلي كشف عن خطاب الدعوه للاجتماع، فبداوا يقولوا ان دي كانت قاعده وديه واحنا كنا يعني قاعدين مع بعض
بنتسامر قاعدة عرب. قاعدين مع بعض بنتسامر وبنتغدى مع بعض، مفيش فيها ادنى مشكله، لكن ده مش اجتماع رسمي. لما خرجت الخطابات الرسميه بداوا يتوقفوا عن الكلام ويقولوا طب احنا هنجتمع، وبعدين اجلوا اجتماعهم، وبعدين قال لك طب بعدها باسبوع، مفيش ما يستدعي ان احنا نجتمع. هم حبوا يقللوا من 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 قيمه بيان النادي الاهلي بتاجيلهم الاجتماع، وان مفيش حاجه تستدعي، وان الموضوع بسيط انتوا مكبرينه ليه. صحيح. وامر طبيعي جدا ان احنا ناخد قرارات لان احنا اللي بننظم مسابقه. انا كنت متخيل في قراره نفسي ان اتحاد الكوره لما يدعو الاجتماع عاجل يقول والله يا جماعه احنا ثبت ان احنا عندنا مشاكل من تنظيم المسابقه، فاحنا هنبدا نعلن عن رابطه دوري محترفين ونشكل لجان هي اللي تدير المسابقه بشكل اكبر وبعيده عن اتحاد الكوره، ونبدا ان احنا نتفرغ للمنتخبات الوطنيه ونتفرغ للمسابقات الادنى ما دون الدوري الممتاز. لكن ان احنا بنتكلم في ماتش ده، يعني انا شايف ان ده فيه نوع من السفه الشديد جدا. ان اتحاد كوره بيدير منظومه في الدوله وبيدير لعبه جماهيريه بهذا الشكل، وبستعد لبطوله الامم الافريقيه، وفي نفس الوقت عامل هذا الاجتماع عشان مباراه. امر مهين جدا ان احنا نكون بنتكلم بهذا الشكل وفي هذا التوقيت عن تاجيل مباراه، والدنيا مقلوبه عشان تاجيل مباراه. طب ما تطلب من النادي صاحب الشان ان انت تتكلم معاه، والله عايزين نرحل دي شويه، عايزين نقدم دي عندي. ما هو هيلاعبهم في سواء دوري او كاس، ما هو هيلاعبهم. امر منتهي. صحيح. لكن ان الموضوع يبقى فيه نوع من التظاهر ان ده فرد عضلات على النادي الاهلي، ان ده نوع من فرد قوه على النادي الاهلي او فرد عين على النادي الاهلي، هو ده اللي اوجد الازمه من بدايه. انا شايف انها ازمه ما كانش لها لازمه اصلا انها تحصل، والموضوع بسيط جدا، لكن الجو الاستعراضي اللي خرج بيه الموضوع كان اضر باتحاد الكوره اكتر ما افاده. صحيح. طيب شفت الجواب بتاع النهارده ده ازاي؟ يعني النادي الاهلي قال انا ما عنديش مشكله، يعني اللي عندهم مشكله ان هم يقابلونا قبل 30 مارس، انا ما عنديش مشكله ان هو يتاجل. لو هم اللي عندهم مشكله ما عنديش مشكله يتم تاجيل اللقاء لما بعد 30 مارس، ما فيش مشكله. بس رجع النادي الاهلي النهارده برضو وقال لهم انا عايز من حقي اعرف ايه الاسباب اللي خلت او استدعت ان انتوا تاجلوا اللقاء. ما هو انا لازم النهارده انا لازم بقعد بخطبك كل شويه عشان اعرف انت بتعمل ايه. ان مطلوب دلوقتي ان انا افهم ان انت ما تحطنيش في موقف وتقول لي ده اجباري، ما تحطنيش قدام الامر الواقع. الامر الواقع لان النهارده انا بلعب في افريقيا وعندي ماتشات مزدحمه، وعندي طوال شهر فبراير عندي ماتشات كتيره، فامر طبيعي جدا ان انا بدور على راحه لعيبه في حاله من الارهاق الشديد على اللاعبين خلال 3 ايام، كل 3 ايام مباراه، الى جانب السفر في افريقيا. فامر طبيعي جدا ان ده بيسبب نوع من الاجهاد الشديد للعيبه وللجهاز الفني. النهارده عشان ابدا ابعد ده، فده كان امر طبيعي جدا ومتوقع ان هو عايز يعرف يا جماعه احنا الدنيا رايحه فين وجايه منين، الموقف ايه، عشان انا عندي ارتباطات وعندي عندي منافسه على البطوله، مش عايز ان انا اخرج بره هذا الحيز. فامر طبيعي ان هو هيلاحق اتحاد الكوره بخطابات كتيره جدا لغايه استبيان الامر تماما بشان هذه المباراه المؤجله وبشان باقي المباريات المسابقه. فامر طبيعي، ده حقه، امر طبيعي ان هو ياخد فيه قرار وياخد فيه موافقه صريحه او مكتوبه من اتحاد الكوره، طالما ان الجلسات العرفيه هي اللي بتدير الموضوع. فهنا لازم اخرج من جو العرفي الى الجو الرسمي، ان انا يبقى عندي مخاطبات رسميه بتقول 1 2 3 اقدر ابني عليه موقفي في المستقبل. صحيح. طيب بعد القرارات اللي اصدرها امبارح النادي الاهلي بما يخص فيها ان هو هيشتكي في الكاف وفي اللجنه الاولمبيه، وهو كمان رفض تام ان هو يشارك في اي بطوله بتخص الاتحاد العربي بسبب طبعا تجاوزات رئيس الاتحاد العربي تركي الشيخ في حق النادي الاهلي ومجلس ادارته. النهارده شفنا في عناوين الصحف ان النادي الاهلي فعلا ابتدى ان هو ياخد خطوات رسميه وبعت للجنه الاولمبيه وبعت للكاف بيشتكي فيه اللي حصل خلال الاجتماع يوم الاربعاء اللي فات. شفت الخطوه دي ازاي؟ هو قبل ما اشوف الخطوه ديت هو بيجرنا لحاجه ثانيه برضو. اتحاد الكوره واتفاق بيراميدز والزمالك مع بعض. النهارده طب لو المنافسه اصبحت في ايد بيراميدز وفي ايد الزمالك انها تحسم لقب الدرع الدوري وتم مجامله اي من الفريقين على حساب الاخر، هل ده يندرج تحت بند ايه؟ هل ده فير بلاي؟ هل ده مسموح بيه التلاعب بنتائج المباريات؟
احنا هنا برضو اللي ما حدش يتكلم فيه بقى اللي انا بقوله ده ان النهارده لو وصلنا لاخر مباراه وهي اصبحت حاسمه واصبح ان بيراميدز هو المتحكم في من يحصل على اللقب. طيب يبقى احنا بنلعب لصالح مين؟ يبقى دي بطوله مشتراه ولا بطوله فيها منافسه حتى النهايه؟ طب الفير بلاي فين هنا بتطبق؟ طيب النهارده ده مش اسمه في كره القدم التلاعب في نتائج مباريات؟ هل احنا سيبنا كل هذه القوانين وفكرنا بس في جزئيه ان انا اجل مباراه او ان انا اقيم مباراه؟ ده امر مهين للمنظومه الكرويه في مصر ان انا ابدا افكر بهذا التفكير السيء جدا. لان انت بتقول لي ايه لما يبقى يحصل نبقى نتكلم؟ ما هو انا ما استناش ان يبقى يحصل سيناريو اكبر مني وبعد كده ابدا اقول ده الموضوع اكبر مني وموضوع فلت من ايدي. لا، انا بقى لازم ابقى حاسب كل حاجه. طالما بعد انا على راس المنظومه اللي بتدير فلازم ابقى اكون عامل كل السيناريوهات المطروحه قدامي واضحه. طب انا ليه انا سايب كل حاجه مؤجله؟ ليه ما باخدش موقف فيها؟ ليه ما بوضحش؟ طب ثم جدول المباريات المتبقيه صدر يوم 8 فبراير 8 يناير. صحيح. يوم 31 يناير بعدها ب 23 يوم النادي بعينه بيشتكي ان هو مش عايز يلعب معاه. وبيتحالف مع نادي اخر. طب انت كنت فين؟ يعني كنت فين خلال 23 يوم؟ صحيتوا فجاه من النوم قلتوا عايزين ناجل مباراه؟ طيب التحالفات اللي بين الانديه وبعضها ده ملوش علاقه خالص في كره القدم ايا كان، اذا كان نادي خاص او نادي عام ده ملهاش علاقه، ده الف ب. صحيح. في كره القدم مفيش تواطؤ مع الغير. فالنهارده التواطؤ ده بيحصل لصالح مين؟ طب مش لصالح حد، هو يمكن يحصل ضد حد لكن مش لصالح حد. مش ما هو بيحصل ضد حد فاكيد حد تاني مستفيد. فامر طبيعي جدا. هما بس يعني يمكن بس عندهم يعني في توافق في المصلحه زي ما بنقول. بس خليني ارجع، بس حضرتك كنت بتتكلم من شويه على لو في مباراه حاسمه هي اللي هتحسم الدوري في اخر اللقاء، يعني وضح لي كده قصدك عشان انا يعني مش مستوعبك. ما هو هنقول مثلا ان بيراميدز هو اللي بيتحكم في تحديد البطل. ازاي يعني؟ وتبقى لبيراميدز مباراه مع الاهلي تاجلت مثلا، ما هو وارد ان اي شيء يحصل. يعني في بيان بيراميدز امبارح قال انها تحت امر اتحاد الكوره في تحديد مواعيد المباراه في اي توقيت. فهنا وارد جدا انها تترحل لابعد. صحيح. مش لاقرب. وارد، كل شيء وارد. طب لو ترحلت لابعد وكانت هي المعيار الحقيقي في تحديد البطل او في الفصل بين، يعني الاهلي عنده مؤجلات. صحيح. طب الزمالك سابق بعدد كبير من النقاط، لو العدد النقاط زاد بفارق عن الاهلي وخلاص وحسم هو المسابقه بدري من خلال مباراه بيراميدز، خلاص امر طبيعي جدا ان مقابله بيراميدز والزمالك تكون هي الحاسمه مثلا. صحيح. فليه انا سايب الموضوع ان انا اوصل لهذه الدرجه؟ ليه سايب الموضوع دايما ان انا يبقى عندي شبهات في البطوله؟ ليه يبقى عندي شبهات في المنظومه؟ ليه يبقى عندي شبهات في كل حاجه؟ حتى ان انا بصراحه ما اتوقعش ابدا ان احنا نوصل للمرحله دي. لا، ما هو طول ما انا بتعامل مع المساله بشكل جزئي توقع اي شيء. هو حد كان يتوقع ان بعد ما الجدول يعتمد من 8 يناير 6؟ لا، هو اتوزع على الانديه يوم 8. هم 6 اجتمعوا وحددوا الجداول وخدوا موافقات كونفيرم عليها كلها وبعتوها يوم 8، لان طبعا كان لازم ياخدوا موافقه الاهلي في جزئيه ان عندك كل 3 ايام ماتش. يعني ودي مرتبطه ان هيبقى فيها ملاعب، فيها تحديد، فيها التوافق مع افريقيا. فامر طبيعي جدا ان انت لازم تبقى واضح جدا ان الفتره الجايه شكلها ايه. طيب انت ليه ما عملتش ده من الاول؟ وبعدين ايه اللي بيرجعك في انت خدت خطوه ليه بترجع فيها؟ طب اذا كانت هي المباراه دي الازمه اطرحها بعيد بقى، خرجها بره السبق خالص وموضوع. وده قرار اتحاد الكوره والكل يحترمه، لكن ما كانش مستدعي ان انا اجيب كل الانديه واقول والله يا جماعه احنا عايزين نغير مباراه. الموضوع طبعا لم يتطرق ليه هذا الكلام بشكل صريح. الموضوع اتفتح في شكل قضايا تانية مختلفة. صحيح. وانتوا عشان تقفلوا الباب عليكم قلتوا ايه؟ يحال الامر الى رئيس لجنة المسابقات لتحديد امكانية تعديل اي مباراة في الجدول.
طيب ماشي خلاص، الموضوع كان بسيط جدا ان انا اقول الكلام ده من غير اجتماع، من غير ان انا اعمل اي بلبلة وما اديش للموضوع اكبر من حجمه. صحيح. لكن ان انا بدي الموضوع حجم اكبر من حجمه ادى انطباع للرأي العام ان في تكاتف ضد النادي الاهلي. حقيقي. فهو ده اللي خلق الزعزعة وخلق نوع من الفتنة بين الجماهير خلال الفترة الماضية، وهي مستمرة حتى نهاية الموسم على فكرة. يعني المسألة ما هدتش، بالعكس هي مستمرة حتى نهاية الموسم، وده مش في صالح الكورة عموما ولا في صالح الرياضة المصرية، لأن اللي بيحصل ده جديد على الكورة المصرية. حقيقي. فأمر طبيعي إن ما كناش هنتيقن إن ده خطر كبير جدا علينا في الفترة الحالية هنقع في مطبات كتيرة جدا في اللي جاي. طب هتواجهها إزاي؟ خصوصا إن أنت تفشل ان انت تكمل مسابقه زي دي او تخرج منها باي عوار وانت داخل على بطوله امم افريقيه وبتقول ان انا بنظم حاجه هايله وبعمل حاجه كويسه. حقيقي. ليه دايما لما بنيجي نعمل حاجه كويسه لازم دايما عليهم شويه تراب يعكروا الحاجه الكويسه دي؟ انا شايف ان اتحاد الكوره لم يكن موفق جدا في هذا الاجتماع ولا في هذه القرارات، وكان بسيط جدا ان هو يكلف رئيس لجنه المسابقات مباشره وكنا خرجنا من الموضوع بشكل عادي جدا. حقيقي. وانهى الامر. النادي الاهلي ما كانش عنده مانع انه يقعد معاهم على الطاوله ويتكلم مع اتحاد الكوره لو ان هناك رغبه في اي طرف انه عايز ياجل مباراته، ما عندوش مشكله. صحيح. في دي، واعتقد ان البيان وضح دي بشكل مباشر، او إن يعني حتى لو مش واضحه بشكل مباشر هو لو كان عنده مشكله كان قال ان انا عندي مشكله، فطالما ما قالش ان عنده مشكله فالراجل مرحب باي اتفاق ممكن يتم مع اتحاد الكوره. لكن إظهار روح عدائية والتحالف المسبق والتحالف المنتظر على السوشيال ميديا أظهر المنظومة الكروية أنها ضعيفة وأنها بتدار من خارج اتحاد الكرة وليس من داخله. صحيح. طيب خلينا نتوقع إيه هيكون مثلا رد فعل اللجنة الأولمبية أو الكاف على الشكاوى اللي وصلته من النادي الأهلي؟ هتتوقع ان ممكن يكون في رد حازم على اللي حصل ولا لا؟ واكيد اصل هي لوائح، انت كل مره بتصعدي بتعلي من سقف اللائحه، خدت عقوبات اول مره فبتزود العقوبه بعد كده، فامر طبيعي ان هيبقى في قرارات في اللجنه الاولمبيه وهيبقى في قرارات من الكاف وهيبقى في قرارات من اتحاد الكره النهارده اللي هو ما راحش الاجتماع التحقيق معاه النهارده وبعد اعتذار عن حضور التحقيق، وبالتالي تحدد 17 فبراير اعلان النتيجه النهائيه في شكوى الكابتن محمود الخطيب بخصوص ما تعرض له من سب وقصف من قبل رئيس نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لفريق الكوره ومباراه الفريق الاخيره اللي كانت قصاد حرس الحدود، شفت النادي الاهلي فيها ازاي؟ والله يعني انا معلش انا لسه بدري على ان احنا نشوف الاهلي ازاي ورايح فين وجاي منين لوجهه نظري يعني. خصوصا ان انا الشوط الثاني يختلف تماما عن الشوط الاول. وما زالت هذه النبره موجوده في جميع المباريات. صحيح. فامر طبيعي جدا عشان اقدر اقول اشوف النادي الاهلي كام لازم احكم عليه في ال 90 دقيقه، ما احكمش عليه في ال 45 وال 45 الثانيه ما اتكلمش عنها. يمكن مارتين لاسارتي وصف المباراه دي ان هي كان فيها فقر في الفنيات. فيها فقر في الفنيات، مباراه بطل سيمبا التنزاني برضو في الشوط الثاني قلنا ان احنا خايفين على اللعيبه تتصاب وبتاع ويامن وخلاص وانت حققت اللي انت عايزه، كل التبريرات بيعكسها اداء جوه الملعب، عشان اقدر اقول ده لازم ابقى جوه الملعب بادي بنفس اداء 90 ال 45 الاولانيه. طالما مفيش ال 45 الاولانيه في حاله من الارهاق الكبيره جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي، احنا بنلعب يمكن كل 3 ايام ماتش. انا مش مختلف انا مش مختلف، لكن في النهايه عشان اقدر ادي اجمالي لازم ابقى انا شايف ال 90، بقيم ال 90 دقيقه كامله، ما اقدرش اقيم ال 90 نص منها اقول ده طيب والنص الثاني اقول ده رديء، صعب جدا. فعشان كده يعني لازم الناس برضو تبقى متوقعه انها عندك اصابات كتير على ما بيرجعوا، عندك لعيبه جديده، عندك لسه فكر مدرب جاي جديد بيتعامل مع اللعيبه، هي كتر تغيير المدربين بيعمل بلبله بس للعيبه مش بلبله للجمهور. ليه؟ لان كل واحد بيجي بطريقه مختلفه عن الاخر، فعلى ما بيهضم ده بياخد وقت، فامر طبيعي ان انت جاي في نص السيزون، فامر طبيعي ان ده هياخد وقت كبير، فمش مطالب ان الناس برضو تحكم بدري.
مجاز الجمهور تتحسن. خليني اقول لك ان احنا ابتدينا نشوف برضو بعض من بصمات لاسارتي على الفريق في شكله وفي تمريراته وفي الطريقه الفنيه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي حاليا. مفيش شك طبعا، واضح ان في بصمات، واضح ان الراجل ليه بركات في البدايه، امر طبيعي، لان ما بين مستوى او ما بين شكل كان غير مقبول في فتره من الفترات الى شكل مريح في هذه الفتره، صحيح، الى شكل على الاقل اعطى انطباع لجمهور الاهلي ان هو شايف ان الاهلي عائد. يعني حتى اللفظ اللي بقى على لسان الجماهير يقول لك الاهلي عائد، لكن الجمهور باصص لها ان هو ايه، هيرجع خلاص، يعني ما فيش مشكله، انما امتى يكتمل الرجوع هو مش باصص له. لكن انا كمتخصص بختلف في القصه، اقول ان لازم يرجع يبقى مكتمل التسعين دقيقة عشان أقدر أقول إن الرجوع ده يمكن يحصل بعد ما تكتمل صفوف النادي الأهلي. يعني عندنا إصابات أمر طبيعي، كتير أمر طبيعي. جدا جدا، يمكن دي أكيد بتغير كتير من شكل الفريق، خصوصا الإصابات دايما بتجيلنا في اللعيبة الأساسيين. يعني حتى اللعيبة الاحتياطية يعني كشفوا عن نفسهم في الأزمة، لو تفتكري احنا من كام شهر كنا بنقول نيدفيد يمشي، صحيح، يمكن كريم كان في غضب جماهيري كبير جدا عليه ايام حسام البدري، دلوقتي الموضوع مختلف تماما، وايام كارتون برضه يعني، صحيح، من غضب شديد لاشاده كبيره جدا. أيوة. وصلت احنا اسفين يا نيدفيد. ايوه، فانا بقول لحضرتك ايه، ان الازمه كلها اللي انت كنت بتقيمينهم زمان اختلفوا دلوقتي. واللي انت كنت عندك فيهم مشاكل زمان فيهم في ناس منهم بقت ايه موجوده على الساحه بشكل كويس جدا. فامر طبيعي النهارده ان ما يرجع الاساسيين مع قوه الجدد مع استفاقه القدامى اللي هم لم يكن هناك حاله من الاجماع على مستواهم داخل الـ 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 المنظومه الكرويه بشكل عام وداخل النادي الاهلي بشكل خاص. فامر طبيعي جدا ان الازمات دي هتخلص، لكن استعاده كل هؤلاء اللاعبين في توقيت ده اعتقد ان ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي. ليه؟ لان هتقدري انك تلعبي في ظل هذا الزخم من المباريات انك ممكن يبقى عندك فرقتين تلعبي بيهم كل ماتش، فامر طبيعي ان ده هيريح كتير. هتقدري تريحي لعيبه، هتقدري تدي مساحات لحد راجع، هتقدري تنفذي او تتنفسي في هذا الضغط بشكل اكبر. عشان كده مش عايز استعجل واقول ان الدنيا مختلفه تماما، لا مش مختلفه تماما، هي مختلفه جزئيا، لكن عشان تبقى مختلفه تماما تبقى عناصرك عندك، صحيح، الراجل بيقدر يلعب بشكل كويس طوال ال 90 دقيقة وليس ال 45 دقيقة فقط. ربما هو لسه بيكتشف في الناس، لكن في بركات ليه باينة جدا في خلال 45 دقيقة الأولى، واضحة جدا. اللعيب برضو في الشوط الثاني بيشتكي إن هو مجهد. صحيح. وده مجهد من كتر المباريات. لأن هو ما اتعودش على ده قبل كده. فأمر طبيعي إن ده مرحلة بنمر بيها، لكن بمرور الوقت هيتعود على ده. صحيح. طيب خليني اسالك، هل النادي الاهلي قادر ان هو يحافظ على لقب الدوري ويحصل على اللقب ال 41 في الموسم الحالي؟ حتى الان في ايده ان هو ينافس، لازم يكسب مباراتين الزمالك ومباراه بيراميدز وما يخسرش ولا مباراه في الدوري. المواجهات المباشره ما بين المتصدرين لجدول المتصدرين، امر طبيعي، ترتيب الدوري الممتازه هي دي اللي هتحسم لقب الدوري. طبعا، وما خسرش حاجه طبعًا. اخرى ما خسرش حاجه اخرى، دي هتفرق ولا حتى تعادل النقطه زي يعني انا بخسر نقطتين اما باخد نقطه ما كان انا خسران بالظبط. صحيح، هي لكن النهارده عشان اقدر استمر في المنافسه انا شايف انها لازم تفوز بماتشين الزمالك، ودي هتبقى معركة حقيقية يعني في الماتشين، لأن الفرقتين في حالة تنمر شديد جدا، والله أعلم إذا كانت الماتشات دي هتتم ولا مش هتتم، يعني الله أعلم حتى إن وارد جدا يبقى في خناقات في المباراة، يعني وارد جدا في ظل حالة الاحتقان اللي موجودة على السوشيال ميديا، وفي ظل حالة الاحتقان اللي موجودة بين مسؤولي الأندية بهذا الشكل، وفي ظل الخناقات الغير مبررة في الوسط القروي، ممكن وارد ان يحصل حاجات كتير، وارد، اتعلمنا دايما ان المساله ما من الحاجات الوارده ان هي تحصل الغاء الدوري الموسم الحالي اخر حاجه.
اخر حاجه اخر بس حاجه وارد. اي شيء وارد لكنه اخر حاجه. لكن الاتحاد الكوره انا عشان كده بقول لك ايه ان المباراه الاخيره دي ممكن تبقى فيها كلام. ليه؟ لان ممكن ده اخر حاجه خلاص يا جماعه احنا ده الموسم متلغى وخلصنا والحدوته. ان انا بقى هنا بقدر اكون حافظت على المستوى الفني، بقدر حافظت على الرعاه لغايه اخر لحظه، ما زعلتش الرعاه برضو لان في فلوس مدفوعه. صحيح ما انت هيروح فين؟ وفي عقود لعيبه وفي عروض لعيبه وفي انديه صرفت بنص مليار على شراء تدعيمات في يناير، وفي ناس دفعت. يعني في حركه تداول فلوس بشكل كبير. صحيح. ده اقتصاد، كوره دي اقتصاد. أكيد. لكن أكيد. مساله طول ما احنا بنديرها بالهوايه مش هتبقى مجديه بشكل كبير جدا، خصوصا ان احنا كل الدول في افريقيا او اغلبها عشان ابقى واضح، وبعض الدول العربيه مالوا الى النظام الاحترافي. احنا لسه ليه قاعدين ورا ومش عايزين نطبق دوري رابطه المحترفين المصريين عشان يبقى عندنا ادارات كامله هي اللي بتدير من الانديه؟ يعني ما فيش حد يجي النهارده يقول طب اشمعنى انا مش اشمعنى انا، خلاص الموضوع خلص. ليه احنا دايما قافلين المساله؟ ما نفتح الدنيا، افتح الدنيا خلاص. طالما انت مش قادر تدير المنظومه بشكل كويس سيبها. صحيح. طيب خلينا نروح لجدول ترتيب الدوري الممتاز، شايفه ازاي في القمه وفي القاع؟ هي القمه زي ما هي ماشيه يعني مش ما فيش فيها جديد. لو سالتك عن المربع الذهبي على نهايه الموسم تتوقع هيكون هما مين نفس فيه؟ نفس الرباعي. نفس الرباعي. نفس الرباعي. مش هيبقى فيه جديد. اقدر اقول ان بتروجيت يعني ايه بتحاول حسيسه انها ما تنزلش، بس هي اقرب فريق نازل. يمكن حتى الانديه اللي في القاع بتتقارب جدا في عدد النقاط. ال21 نقطه. هم كلهم قريبين من بعض. فامر طبيعي جدا ان اي هزه ان حد يقع. لكن ما تقدرش تجزمي ان الثلاثه هم مين. صحيح. ممكن تقولي فرقه خلاص ده، لكن اقول ان الثلاثه انديه سين وصاد وعين لا، صعبه جدا. وده جمال الكوره ان انا مش عارف مين اللي هابط ومش عارف مين اللي هيفوز باللقب. صحيح. يعني هو ده المتعه. يمكن هذه الاثاره اللي موجوده في الموسم الحالي كنا مفتقدينها في المواسم اللي فاتت. كنا مفتقدينها، لكن ما يحيط بالموسم يمكن الاهلي الموسم اللي فات حسم الدوري بدري يعني. طبعا ما كانش فيه مقارنه، لكن دلوقتي عشان تقارب النقط من بعض واشتداد المنافسه بين الثلاث فرق اللي موجودين في المثلث الذهبي، فامر طبيعي جدا ان الناس النهارده مش قادره تحسم بشكل كبير جدا مين هياخد البطوله. لان وارد جدا ان انا اجي في اي مباراه ضعيفه واخسر. صحيح. وارد بتحصل. وارد بتحصل. مش مقياس. فامر طبيعي ان الموسم طويل. فممكن يكون عندي نوع من التوقع ان انا هكمل بنفس المستوى وبنفس الاسلوب، لكن الفرق اللي بتواجهني بتدور على التلاتة بونت بطلوع الروح. فامر طبيعي ان انا هواجه ناس عايزه تحسن مراكزها في وسط المسابقه، وهواجه ناس مش عايزه تهبط وبتحاول بتعافر انها ما تهبطش. يعني ممكن دجله بكل ما يملك من امكانيات فنيه واداريه وماليه وبشريه ممكن يهبط. برضو هو موجود في ضمن المرشحين للهبوط. صحيح. فكل ال انبي لسه مازال برضه بيلتقط انفاسه، فامر صحيح. طبيعي ان انا النهارده بغض النظر عن مباراته مع الاهلي، لان امر طبيعي جدا ان اي حد هيلاعب الاهلي والزمالك هيبقى متنمر. امر طبيعي. لكن فيما عدا ذلك في مواجهته مع بقيه الفرق بتشوف نتائج عكسيه تماما، لا تعبر عن المستوى الموجود للعيبه. صحيح. ولا تعبر عن مستوى الجهاز الفني ولا تعبر عن تاريخ النادي. الامور واخده شكل تاني خالص. فعشان اقدر اقول النهارده ان مين ينزل مين يروح مين يجي هي امر صعب، لكن المنافسه محصوره فوق بين ثلاثه ومحصوره تحت بين سته. صحيح. مهددين ان هم ينزلوا للقسم الثاني. صحيح. طيب خلينا نروح لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في المجموعه الرابعه، معاه سيمبا التنزاني، فيتا كلاب الانجولي، ومعاه كمان شبيبه الثوره الجزائري، بتصدر مجموعته بسبع نقاط، بيجي بعديه فيتا كلاب باربع نقاط، بعديهم سيمبا التنزاني ثلاث نقط، وبعد كده بيتدير المجموعه بنقطتين الفريق الجزائري شبيبه الثوره الجزائري. شايف النادي الاهلي مين اللي ممكن يصعد معاه، او نقدر نقول مين اللي هيصعد معاه للمجموعة أو للدور التالي؟ هم أول فرقتين هم الأقرب.
هو الاهلي وفيتا كلاب هم الاقرب للصعود. نتائج دوري ابطال افريقيا كانت غريبه، يعني المجموعه بتاعتنا دي كانت نتائج غريبه، فيها خمسات كتير، فيها ثلاثه، نشوف فريق بيكسب بالثلاثه وبيخسر بخمسه، حاجات الموضوع كان مختلف، يعني نتائج متغيره جدا. ما في ثمانيه في مجموعات ثانيه. وفي ثمانيه صحيح. دي كانت مشكله. يعني في ثمانيه في مجموعات ثانيه، فامر طبيعي جدا ان ما انا بقول لك الكارثه النهارده ان الناس، يعني شفنا سيمبا بيكسب بثلاثه ويجي ياخد مننا خمسه، وهناك برده من فيتا كلوب خمسه. موضوع كان غريب. هو موضوع غريب، واحنا بنتعادل مثلا مع الفريق اللي يعني اللي كسبه سيمبا التنزاني، شبت الثوره الجزائري، فالنتائج كانت غريبه. المباريات هنا بتختلف. المواجهات الافريقيه عاديه. المواجهات الافريقيه بين دول الشمال الافريقي مختلفه. ممكن انا اكون لسه طالع لاول مره زي شبيبه الثوره وعايز اثبت وجودي، انا بلاعب النادي الاهلي، فامر طبيعي جدا ان انا هبقى ببذل جهدي غير عادي، ان انا اقدم مباراه كويسه، اكسب، يعني بعمل لنفسي تاريخ من خلال هذه المباراه. فالمواجهات هنا بتبقى اكثر صعوبه من المواجهات الافريقيه. يعني احنا زمان كنا نقول اي ماتش الاهلي مع اي ما دون الشمال الافريقي بالنسبه لنا سهل. صحيح. لكن الصعب انك انت تواجه حد من الشمال، لان المنافسات العربيه اصبحت النهارده فيها نوع من التنافس الشديد على المكسب. حتى لو كان مستواي ضعيف، لان هنا انا بلعب على حماسي وعلى جهدي غير عادي، ان انا عندي 90 دقيقه ممكن اكتب تاريخ جديد، ممكن الفت نظر الناس ان في لعيب كويس هنا، في لعيبه كويسه ممكن تتباع، ممكن يبقى عليها سبوت اعلامي بشكل كبير جدا، فبالتالي يبقى تسويقها سهل. فامر طبيعي ان المواجهات دي بتبقى فيها شيء من الصعوبه، خصوصا ما بين العرب والعرب. صحيح. لكن الافارقه بيبقى موضوع تاني. الناس بتقول ان مثلا ايه ده نادي لسه طالع، مفيش حاجه اسمها في افريقيا حاليا نادي لسه طالع ونادي لسه قاعد ونادي لسه نازل. المساله بتتقاس كده خالص، طالما بيلعب بطوله كبيره فعنده نفس الطموح وعنده نفس السعي ان هو يتطلع للادوار النهائيه، فامر طبيعي انه بيحاول يتخطى كل مباراه على حده، وعنده نفس الامل اللي عند نفس اي فريق سواء حامل اللقب او وصيف. صحيح. عنده نفس الامل، فبالتالي المباريات كلها صعبه، مفيش مباراه سهله عن الاخرى، لكن وارد جدا ان انا ببقى متفوق على نفسي في هذه المباراه، فبالتالي بحقق اهداف عاليه. صحيح. بحقق اهداف فيها نوع من المفاجاه، لكن في النهايه رتم المباراه هو اللي بيوديني، هو اللي بيجيبني. أكيد. سواء بطلع بعدد الاهداف او بنتعادل. صحيح. طيب من خلال متابعتك للمجموعات الثانيه في دوري ابطال افريقيا، شايف ان اللقب الموسم الحالي ممكن للنادي الاهلي بعد طبعا ما خسرنا للاسف في اخر نسختين في المواجهه الاخيره او في المباراه الاخيره؟ هو الاهلي قريب للقب، لكن عنده حاجات لازم، يعني رجوع المصابين ده شيء مهم جدا عشان يستمر في المنافسه. صحيح. عوده المصابين مهم جدا، عوده الخبرات اللي هي بتاعه المباريات الافريقيه الصعبه اللي احنا متعودين عليها، ان اللي بيحسمها دايما في التوقيت ده خبرات لاعيبته المتراكمه على مدار سنين طويله سواء مع منتخبات او في افريقيا، فهم بيحددوا بشكل كبير جدا ازاي نحسم الامر للاهلي، خصوصا احنا كان لازم نستفيد كتير من ماتش الترجي في النهائي والاخطاء اللي كانت فيه عشان نقدر نصحح من مسيره النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. صحيح. استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير، نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. اشكرك، ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده، ويوم سعيد على حضراتكم.